السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم كريمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ضمن تحضيرات رمضان ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم سيجار بالكاوكاو، كيجي رائع بزاف بدون ورقة ديال البسطيلة، كيجي مقرمش اكثر من رائع. الطريقة ديالو مختصرة جدا، غادي يختصر عليكم بزاف ديال الوقت ان شاء الله، غادي تنجح معكم الوصفة اذا تابعتوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، واكيد مع نصائح باش ينجح معكم. شوفوا معايا الشكل ديالو، كما كتسمعوا القرمشه كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ودائما لاول مره كيشوف القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء. ندوزوا دابا للمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو في المقادير. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال البيان او الكاوكاو، انا عندي هذا اللي كيكون بالقشر، ممكن انكم تستعملوا اخر اللي كيكون بالقشره ديالو البلدي. بالنسبه هنايا انا ضفت شويه ديال الزيت وغادي ندهنو مزيان وغادي ندخلو الفران يتحمر. اذا بغيتو تقليوه في الزيت كتقليوه في الزيت بارده حتى كيتحمر، من بعد كتحيدوه، يعني نفس الطريقه هنايا بالنسبه للاختصار ديال الوقت، وفي نص الوقت يعني شي حاجه تكون اقتصاديه وصحيه اكثر. صافي هنايا بعد ما حمرته النار كتكون متوسطه، مره كتبقاو تحركوه حتى كيتحمر مزيان. هنا غادي نحتاج 4 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نحتاج هاد زهره البرتقال، الا ما كانتش عندكم غادي تحتاجوا غير ماء الزهر فقط. صافي هادو المكونات اللي غادي نحتاجو، وغادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الزبده في الاخير، وكذلك واحد معلقه صغيره ديال القرفه. هنايا هو باقي سخون، غادي نجيب الكاس ديال الخلاط اللي غادي نطحن فيه، انا غادي نطحنو هنايا حتى غادي يتقدم شويه، يعني ماشي غادي يطلق الزيت ديالو، غير غادي يتعلق فقط. حاولوا تعملوا كميه قليله، يعني شويه بشويه، باش تقدروا تحصلوا على هذه النتيجه. بحال هذه كيجي ماشي يعني طلق الزيت ديالو، كيكون غير ميدم شويه. حتى الا كانت عندكم الماكينه العاديه، اذا خدمتوا غير شويه بشويه غادي تحصلوا على النتيجه بحال هذه، لان الا عملتوا كميه كثيره ما غاديش تحصلوا على النتيجه بحال هكذا. صافي كما كتشوفوا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، وما نساوش السكر اللي عندنا غادي نطحنوه معاها. شوفوا معايا بحال هذا الشكل، هذا غير كتعلق شويه، يعني ما كتطلقش الزيت ديالها بحال هذا القوام. هذا كما قلت لكم اذا خدمتوا كميه قليله غادي تحصلوا على نتيجه، ودغيا كتتاليو، يعني ماشي بحال اللي كتعملوا كميه كثيره. صافي هنا غادي نزيد عليهم، يعني كل طحنه غادي نزيد شويه ديال السكر مع هاد الساشيه ديال زهره البرتقال، غادي نضيفوا شويه بشويه ديال السكر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. هذه اسهل طريقه واسهل سيجار ممكن انكم توجدوه في اخر ساعه، ما كيديش الوقت بزاف. المهم هنا غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي هذه هي الكميه اللي عندي كامله تحصلت عليها، غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده. اذا كانت عندكم الزبده نوع ممتاز صافي عملوها، ما كانش عندكم غادي تعملوا غير الزبده ديال العلب. شفتوا معايا القوام ديالو كيفاش عامل؟ صافي كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هذيك الساشيه ديال زهره البرتقال، ممكن انكم في الاخير كما شفتوا معايا هنايا انا زدت واحد المعلقه صغيره ديال ماء الزهر، عفوا انتم غادي تعملوا معلقه كبيره. وحتى بالنسبه للقرفه اذا بغيتوا النكهه اكثر ممكن انكم تضيفوا، انا في الاخير كذلك ضفت واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، لان ملي قيستها كان باقي خصني شويه ديال يعني ديك النكهه ديال القرفه. شوفوا معايا هنايا كما كتشوفوا القوام ديالها، ما كتجيش خفيفه وما كتجيش يعني عاقده. غادي نغطيه ونخليه على جنب. غادي ندوز هنايا، انا غادي نخدم بالورقه ديال الفيلو. شوفوا معايا الماركه اللي كنخدم بها انا. كننصحكم اذا بغيتوا تخدموا بالورقه ديال الفيلو خصكم تجيبوها طريه، انا هذه خدمت بها واحد الوصفه اخرى وبقات لي يومين كما كتشوفوا معايا، خليتها غير في البلاستيكه ديالها وشديت عليها صافي، وكما غادي تشوفوا معايا بقات كيف ما هي، ما كتقطع ما كتفتت ما كيوقع لها والو، لان بزاف الاخوات اللي كيخافوا من هذه الورقه هذه، ولكن اذا شريتوها طريه يعني عرفتم عند من تشريوها ما تخافوش منها. كما قلت لكم بقات لي يومين ما بقات لا في الثلاجه يعني غير في المطبخ، وصراحه انا تصدمت في النتيجه، لانني شحال مره كنشريها كنجبرها مغماله، شحال مره كنشريها دغيا كتبرد، يعني في نهارها كتبرد، اذا ما خدمتش بها ديك النهار كتبرد لي. المهم هنا غادي نشرح لكم، هنا قسمت الورقه على جوج وقطعتها، يعني كل ورقه مقسومه على جوج، دهنتها بشويه ديال الزيت بلا ما تعملوا الزبده، عملوا غير الزيت فقط، كتعطيها واحد التقرمشه غزاله بزاف. وغادي نجيب واحد الكميه ديال هاد العقده ديال الكاوكاو، وغادي نعمل لها حربو اللي يكون رقيق كما كتشوفوا معايا، وغادي ننزلها للحاشيه كما غادي تلاحظوا. يعني الطريقه راه ساهله، الورقه كما كتفتحوها كتقسموها على نصفين صافي، يعني كل ورقه كتعطيك جوج ديال الاوراق كما كتلاحظوا معايا، وكندهنوا بشويه ديال الزيت، كنرقوا هاد العقده ديال الكاوكاو، وكنلويه كما كتشوفوا معايا. ما تزيروش يدكم بزاف وما ترخفوش يدكم بزاف،
لان الا زيرتو ما غاديش تجبر العقده فين الطبيب، واذا رخفتو بزاف غادي تجيكم يعني كبيره بزاف، يعني غادي تفتح معاكم اللي غادي تكون كطيب صافي. وكترولي والطريقه سهله بلا ما تلصقوها بتا شي حاجه، هي كتلصق براسها لان فيها الزيت، ودائما ديك الفتحه اللي كتكون في القاع هي اللي كتبقى دائما في القاع صافي. كما كتشوفوا الورقه، كما قلت لكم انا تصدمت في النتيجه هذه الورقه هذه، لان صراحه كما قلت لكم كان جيبه خصني نخدم بها في هذاك النهار هذا، وكما قلت لكم ما عملتها لا في الثلاجه، بقات كيف ما هي يعني في المطبخ كما هي يومين، وخدمت بها نهار الثالث كما كتلاحظوا معايا صافي. نفس الطريقه كما كتشوفوا كتعملوا الحربول يكون رقيق، ما تعملوش يغلط بزاف، وكتلويو يعني الطريقه راه سهله يعني اسهل من ما يكون، ما كتبقاش يديكم الوقت بزاف، يعني ماشي بحال البريوات كتلوي وحده بوحده او شكل واحد اخر مثلا ديال السيجار. وانا كذلك غادي نشارك معكم واحد الشكل اخر اللي خدمت به بهاد الورقه هذه، كما قلت لكم يعني خدمت الوصفه الاولى خدمتها بالعقده ديال اللوز اللي كتجي لذيذه، وحتى الطريقه ديال التشكيل ديالها سهله وبسيطه، غادي نشارك معكم في الفيديو اللي من ورا هذا ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا هنايا كانت الاضاءه بدات كتمشي شويه، بدلت المكان صافي كما كتلاحظوا معايا هنايا الورقه كما كتشوفوها هي، كنجيب النصف وكندهن بالزيت، يعني الطريقه سهله. هاد الوصفه اقتصاديه، حنا ما استعملناش الزبده، وكذلك يعني ما غاديش نقليوها، غادي نطيبوها في الفران، يعني بزاف ديال الاشياء اللي هما اقتصاديين، وحتى العقده ديال الكاوكاو كتجي لذيذه بزاف صافي كما كتشوفوا. كنلويها وما تخافوش منها، ملي كتلويها ما تخافوش منها تنشف لكم صافي، غير غطيوها حتى تساليو الكميه اللي عندكم كامله، عاد غادي ندوزو نقطعوها صافي. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، انا خدمت غير النصف غير بالنسبه للتصوير باش ما يديليش الوقت، ومن بعد عاد غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. المهم هذه الكميه اللي خدمت معاكم، هنا غادي نجيبو مقادين باش غادي نقطعهم، يجيوني سيجاره يكونوا مقادين بحال هذا الشكل هذا، وغادي نجيب واحد السكين، نتوما عملوا القياس اللي بغيتو بالنسبه للقياس ديالهم، عملوا العبر اللي بغيتو، المهم الاولاني اللي غادي تقطعوا العبر الاولاني هو اللي غادي تمشيو عليه بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا، يعني اسهل طريقه واسرع طريقه. فهاد الاثناء هذه انا شعلت الفران اللي غادي يكون مسخن على 180 درجه، كتكون العافيه غير متوسطه يعني ماشي معافيه مجهده، كنعملوا الطاوه في الوسط، بعد ما كندخلوا الطاوه في الوسط كنطفيو العافيه الفوقانيه، وكنخلي واحد 10 دقائق من الاسفل حتى كنشوفوهم بداو كيتحمروا من الجوانب، عاد كنشعلوا الفوق، وكتبقى عافيه متوسطه بلا ما كتزيدوا العافيه. وكذلك بالنسبه للفران ديال الغاز كما شفتوا معايا، العقده اخرى غادي نغطيها ونخليها حتى ندخل هادو الفران، يعني تنسفهم في اللاطه وندهنهم بشويه ديال الزيت، ومن بعد غادي ندخلهم الفران كما قلت لكم عافيه متوسطه، نفس الطريقه ديال الفران ديال الغاز، العافيه كتكون متوسطه. كتعملوهم الفوق واحد 10 دقائق، كتشوفوهم بداو كيتحمروا من الجوانب، كتهبطوهم من الاسفل وكتنقصوا عليهم النار حتى كيتحمروا وكياخذوا هذا اللون هذا الذهبي، وكيكونوا طايبين من داخل كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالهم. هنا غادي نخليها تبرد شويه شويه، غادي نخليها تبرد هذيك السيجارات. وبالنسبه للعسل انا غادي ندفيه شويه، يعني كما شفتوا معايا العسل خفيفه لانني سخنته شويه، ما بغيتش يهز لي واحد الكميه ديال العسل بزاف، من حيث انا ما كنبغيهمش يكونوا معسلين يعني بزاف بزاف، وحتى انا ملي عملتهم هنا ما خليتهم شي واحد المده طويله، خليتهم واحد 10 دقائق يعني في كل مره. انتوما اذا بغيتوهم يجيوكم معسلين بزاف، يعني غادي تعملوا واحد الاناء كبير وتكون عندكم كميه ديال العسل بزاف، وغادي تعملوها وتخليوها تقريبا واحد 5 ساعات او 6 ساعات كيتعسلوا مزيان وكيشربوا العسل. كما قلت لكم انا ما كنبغيهمش يجيو معسلين، ما كنبغيهمش يجوني شاربين العسل بزاف، لان ما كنبغيش الحلاوه بزاف. كان هذا هو الشكل النهائي، جبت اللوز ايفيلي او الكاوكاو ايفيلي او اللي بغيتو او الجنجلان، حمرته شويه وهرمشتو وزينت به، وزينتهم شويه ديال الورد بلدي اللي كيعطيها واحد الاضافه وكيعطيها واحد اللمسه وكيفتح هذاك اللون ديال هذا السيجار هذا. انا قدمتهم بهذا الشكل هذا، اذا بغيتوهم تقدمهم للضيوف ديالكم كاين بزاف ديال الطرق كيفاش تقدموهم، كما كتشوفوا معايا وكما كتسمعوا القرمشه، الورقه ديال الفيلو صدقوني كتجيب المملحات كتجي رائعه بزاف. وبالنسبه للناس اللي بغاو هذه الورقه ديال الفيلو تكون طريه، تخليها لي في التعليق نجاوبها في التعليق، هنايا في طنجه يعني ماشي في شي مدينه واحده اخرى. ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله غادي ننزل لكم وصفه اخرى اللي قلت لكم خدمتها باللوز بواحد الطريقه اللي هي مزيونه بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله وغادي تكون معتمده عندكم، لان فعلا روعه روعه هذوك السيجارات اللي خدمت باللوز. هنا غادي نكون وصلنا اخر الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وكذلك ما تنساوش لايك الفيديو، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.